بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا أنا جهزت الـ Intellij IDEA الخاص بيا، ونزلت الـ Virtual Device بتاعي، استخدمت اللي هو النكسس نكسس 5 API 25. اوكي، زي ما احنا اتفقنا نبدأ بقى نعمل مشروع جديد، هقول Create New Project عشان نبدأ نتعرف على كيفية إنشاء مشروع جديد على الـ Intellij IDEA يعني في فلاتر. هيفتح معايا الـ New Project، هختار من القايمة اللي قدامي دي بعد تثبيت الـ Plugins هختار فلاتر. فهنبدأ أول حاجة هنا بيتعرف على الباس الخاص بالـ SDK اللي هي الفلاتر، فهو أوتوماتيكلي عشان أنا مثبتها في الياسس الخاصة بالسيستم بتاعي فهو اتعرف عليها. ممكن لو ما تعرفش عليها تضغط على العلامة هنا ونضغط على المسار ونجيبه، نضغط next وبيبدأ معانا هنا project name، ده اسم المشروع بتاعي. اتأكد ان المشروع بتاعي ما يكونش فيه اي space في النيم بتاعه، ما يكونش فيه اي رموز، ما يكونش فيه اي ارقام في البداية، تكون على طول حرف وارقام، لكن تحط ارقام في البداية ده هيعمل لك غالبا مشاكل بعدين. لكن هنقول my first step. اتاكد ان المشروع يكون كله بالسمول ليدر. ليه بقى؟ عشان تتجنب برضو مشاكل المسارات اثناء ما انت شغال على البروجكت. انت تقدر تسميه باي اسم سواء كابيتال او سمول عادي، لكن انا بنصح ان هو يكون سمول نيم، سمول ليدر او سمول ليتر. هنا الديسكريبشن، هنا تسمح او مسموح ليك انك تكتب ارقام وتكتب وتحط مسافات تعمل اللي انت عايزه. فهقول my first app to learn flutter، انا حطيت المسمى، انت حط التكست اللي عجبك. هنا project type، نوع application ولا plugin ولا package، هيكون هو application اكيد. الorganization، organization على سبيل المثال انت شغال في مؤسسة معينة او شركة معينة، فبتحط اسم الشركة بعد مثلا الدومين بتاعها. فهتقول مثلا انت شغال وليكن في flutter، مثلا شركة flutter او شركة مثلا كذا، الموقع بتاعها flutter.com مثلا، وبتيجي هنا تقول دوت الاسم بتاع الشركة، تقول company name اللي انت شغال فيها بالطريقة دي. طيب هنا الاندرويد لانجوج، هنا بيعرض لك two option، واحدة خاصة بالاندرويد والتانية خاصة بالاي او اس. هنا الاندرويد لانجوج انت عايز الاوتبوت اللي هيخرج من الكود بتاعك هيكون على هيئة جافا ولا كوتلين، فهقول له كوتلين عشان اللايبرري الكوتلين متوفرة فيها اللايبرري اللي انا عايزها، وممكن اخليها جافا عادي يعني سواء كده او كده. طيب بالنسبة للاي او اس، هل هي بالاوبجكتيف سي ولا بالسويفت؟ برضو ممكن تخليها بالسويفت او بالاوبجكتيف سي، فبراحتك اختار اللغات اللي هيطلع من الاوتبوت بتاعك. طيب هنا المسار اللي هيكون في البروجكت ممكن تغيره، هو غالبا هيكون على مسار عندك انت في جهازك على مسار الاندرويد ستوديو الرئيسي، لكن انا غيرته على بارتيشن معين هنا، وهيظهر عندي باسم الفولدر هيكون باسم او البروجكت هيكون باسم ماي فيرست اب. كل الموديول لوكيشن هتكون برضو هنا في الماي فيرست اب. طيب هنعمل فينش، هنضغط على فينش، هيبدا بتحميل وتهيئة المشروع. طبعا انا فتحت الايميليتور بس عشان اعرفك انا هشتغل على ايه، لكن انا هقفل الايميليتور وهبدا اشغله من جديد معاك عشان تعرف ازاي بنشغله من الاي في دي مانجر اللي جوه الانتريج ايديا، وممكن عن طريق اندرويد ستوديو عادي مش مشكله، لكن انا شغال مباشره على الانتليج ايديا. فبعد ما يتم انشاء المشروع يحصل له عمليه اناليزنج للسورس اللي هو انشاه، ويعمل له حاجه اسمها اندكسنج يعني يفهرسه عشان اقدر بعد كده لما افتح البروجكت يفتح معايا بسهوله. المسار الخاص بالبروجكت هيكون هنا، بيكون هنا القائمه الخاصه بالمجلدات بقى والملفات بتاعه البروجكت اللي انت شغال عليه. لو احنا كنا في دارت وفاكرين عملية الامبورت، ففي البداية هنا بيعمل لي ادراج لحاجة اسمها package flutter material.dart. الماتيريال ده الفايل الاساسي اللي بينادي على الويدجت اللي انت عايزها بكل سهولة، زائد ان في ممكن تنادي على حاجات اضافية في الفلاتر عشان تشغل ويدجت معينة على هيئة باكج او بلوجن او ايا كان الصيغة. هنا مبني كلاس، الكلاس ده هنتعرف عليه واحدة واحدة، لكن خلينا ندي بريف سريع عن
التطبيق، لو جيت هنا بلاقي الـ AVD Manager اهو، بضغط عليه بيطلع لي كل الفيرشوال اللي انا منزلها. فانا مستخدم واحدة اللي هي نكسس 5 API 25، والفيرجن بتاعها اقل فيرجن، عشان طبعا انا ليه اشتغلت مبدئيا، يعني انا شغال على ماك وليه اشتغلت على اندرويد، عشان بس نكون قريبين من الناس اللي شغالة على ويندوز ولينكس، لان هم هيكونوا اكتر فان في الكورسز اللي احنا بنتعرض لها دلوقتي. لكن حاليا انا ممكن اشتغل على السيميليتور، لكن خليني انا صراحة حابب اشتغل على اندرويد، مش عارف ليه، بس هو الاندرويد بالنسبة لي شيء كويس. هضغط على زرار البلاي ده، هيبدأ يشغل معايا الاندرويد فيرتشوال ديفايس. طبعا هيكون اللي هو قدامك ده، خليني اقفل الويندو دي، وهنشوف بقى ايه المميزات اللي جاية مع فلاتر. فلاتر بتتميز بخاصية اسمها الهوت ريلود. زمان لما كان الناس بتشتغل على الاندرويد، او يعني الى وقتنا هذا ما كان الناس بتشتغل على الاندرويد بالكوتلين او بالجافا، كانوا بينتظروا حاجة اسمها الجرادل في كومبايلر، ان هو يعمل بناء او بيلد للبروجكت عشان يعرضه في الايميليتور او في الموبايل. طبعا انا برشح على ايميليتور عادي جدا، يعني عشان بس توصل لك الفكرة. انت تقدر توصل لو معاك موبايل اندرويد، تفتح خاصية المطور، ودي بتوصل لها بالاعدادات. ابحث على جوجل لطريقة فتح النظام المطور، وتفعل حاجة اسمها اليو اس بي ديباجنج. بس خلينا على الايميليتور دلوقتي. هنا في الايميليتور خاصية، او مش في الايميليتور، في الفلاتر نفسه، حاجة اسمها الهوت ريلود. كأنك مثلا مطور ويب، فمطورين الويب لما بييجوا يشتغلوا يعملوا الاب بتاعهم، بينفذ الكود في الباك اند، وبيروح على البراوزر بتاعه يعمل ريفرش. في الريفرش دي بيعمل ابديت للكود، لكن في الكوتلين والجافا لازم تعمل بيلد للاب كله، فتنتظر كتير من الوقت. لكن هنا بقى في الفلاتر في حاجه اسمها الهوت ريلود والهوت ريستارت، انك على طول اللي بتكتبه هنا في الكود، مجرد ما تضغط على هوت ريلود على طول يظهر لك هنا. طيب على سبيل المثال، لما بتيجي تنشأ اول بروجكت، خاصية الهوت ريلود بتكون هي قدامك اهي، بس بتكون يعني وين اكتف، لانك انت لحد دلوقتي ما عملتش ران للابليكيشن بتاعك على الايميليتور. فبالتالي هنا من خلال الران اللي قدامك ديت، تضغط عليها بيبدأ هو بناء الكود، بيظهر هنا عندك الران، وبيطلع لك الكونسول، والكونسول ده من خلاله بتظهر لك كل العمليات اللي انت بتعملها، سواء كان بتطبع قيمة معينة او بتجيب داتا من خلال الجيسون داتا اللي راجع لك من الـ API. ممكن تطبع رسالة هنا معينة بطريقة معينة، وممكن يظهر لك هنا، او بيظهر لك هنا في الكونسول كل الايرورز اللي بتحصل من عمليات الديباجنج على الابليكيشن بتاعك. فبالتالي بيحصل عملية بيلد الكود في الكونسول زي ما احنا نشوف دلوقتي. بيقول لك ان هو بيعمل لانشنج للليب فولدر مع، او بيجيب المين فايل اللي جوه الليب فولدر، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي في الاندرويد اس دي كي ان ديباج مود. اوكي، فهنا بيعمل initialization للجرادل، والجرادل ده وظيفته ايه عشان يبقى عارفين؟ الجرادل ده هو يعتبر اللي بيفنش كل العمليات الخاصة بالكومبوننت والبلاجنز، واللي بيتحقق من وجود باكج معينة ولا لا. يعني لو انت منزل باكج، والباكج دي حاططها في الباب سبيك اللي اتكلمنا عنه في دورة الدارت، لو تفتكر معايا قلنا ان في باب سبيك فايل دوت يامل اللي بنضيف جواه الباكج، فهو الجرادل بيروح على طول يبص على الباب سبيك، ويشوف لو في كومبوننت معينه او باكج معينه انت محملها، الباكج دي بيقارنها وبيضاهيها مع نفس الفيرجن بتاعك وانت شغال على نظام الديباج مود. وكمان لما بتيجي تعمل ريليز، الجرادل هو بيتعامل مع الكومبوننت دي وياخدها ويبدأ هو يجمعها في الابليكيشن بتاعك. وهنا لاحظ
بيعمل ايه؟ بيعمل resolving dependencies، يعني جرادل جمع كل الحزم وبدأ يعمل لها جلب او بيعمل لها تحضير، وهيبدأ يهيئها في خاصية الديباج مود عشان يشغلها لك هنا على الايميليتور. اول مره فيها عمليه ران للاب اللي انت بتشتغل عليه الاول مره بتكون او بتاخد وقت شويه، لكن بعد كده لما بتيجي تبدا تطور على الاب بتاعك ما بياخدش وقت، لانك بتاخد اقل من يعني في الهوت ريلود جزء يعني من الثانيه بسرعه جدا. فده هنشوفه مع بعض، ننتظر لحين بدء التطبيق. طبعا هنا على الشمال لو انت درست معايا دوره الدارت قلت لك ان في عندي ملفات اساسيه بنكتب عليها المشروع بتاعنا، هيكون من ضمنها الليب فولدر. لكن عندنا هنا في الفلاتر زاد معايا تلات او فولدرين، وفي واحد زيادة انضاف، واحد رابع انضاف زيادة، فولدر اسمه دوت ايديا وفولدر البيلد. لكن اندرويد واي او اس هما الفولدرز الاساسيين لما بتيجي تنشئ اي بروجكت بينزلوا معاك، لكن البيلد هنا هو فولدر الكاش اللي هنتعرض له لما نيجي نتكلم عن عمليات الكاش في الفلاتر. الكاش في الفلاتر هي عمليات ملفات مؤقتة من خلالها بتجمع كل البروجكت بسرعة، وبتبدأ تهندل كل الكود اللي خارج منه، وبتقدر تعمل له كلين عشان يعمل ريبيلد إعادة بناء. لطالما الفولدر اللي هو البيلد ده مليان ملفات فهو مش هيعمل ريبيلد، هو هيعمل ريلود، عشان تبقى عارف الفرق ما بين البيلد اللي هو البناء والريلود ان هو يابديت على الفايلز اللي موجودة اوريدي هنا. لكن لو انت بتعمل بيلد هيضطر ان هو يخلق ملفات جديدة هتنزل جوه الفولدر ده، عشان لما تيجي تستخدم خاصية الهوت ريلود ما يقعدش يعمل ريبيلد كل مرة. فالمعلومات دي اساسية ولازم تتعرف عليها وتفهمها عشان تبقى عارف الفرق ما بين البيلد والريلود. فلما اقول هوت ريلود انه الملفات اللي موجودة عدل على جزئية معينة في ملف معين في الكاش بتاعي واعرضه لي هنا، لكن لما اقول بيلد ابني لي الملفات من تاني، يعني هيحصل عملية بناء للملفات دي من جديد، هيحذف الملفات دي ويعيد انشاء الملفات اللي كانت موجودة هنا من قبل كده. طب ايه هي الهوت ريستارت؟ الهوت ريستارت بكل بساطة هي نفس الهوت ريلود، بتختلف فقط في حاجة واحدة، وهي عملية الريستارت للابليكيشن. بتفتح الابليكيشن من اول مرة، كأنك بتعمل اعادة تشغيل، كأنك قفلت الابليكيشن وتفتحه مرة تانية. فده الفرق ما بين الهوت ريلود والهوت ريستارت والريبيلد او البيلد. فبالتالي لاحظ انشأ معايا فايل واحد اسمه لاست بيلد ران دوت جي اس، وكل ما هيلاقي كومبوننت هيطلع الكاش بتاعها ويضيفه هنا في البيلد فولدر، ويرجع لو لقى كومبوننت تانية يضيف البيلد بتاعها هنا وهكذا. ازاي هننظف البيلد ده؟ بأمر بسيط جدا، لما نيجي نشتغل على اوامر الفلاتر باكج ونقول له كلين، وفي امر عندي في الفلاتر برضو اسمه ريبير كاش، اصلاح الكاش، عشان لو انت مثلا عندك مشكلة في ويدجت معينة بتحاول تعرضها، فالويدجت دي مثلا مش قادر تتعامل معها، فممكن تضطر تمسح البيلد فولدر. لكن لما تيجي تقول له ريبير كاش ان هو بيشوف الباكج اللي موجودة هنا عندي في الاكسترنال لايبرز وبيقارنها مع اللي موجودة في البيلد، لو لقاها مختلفة بيعمل ديليت فقط للباكج او البلجن اللي انت مركبها جوه الاكسترنال هنا، بيعمل لها ديليت للكاش بتاعها ويبدلها بنيو كاش مكانها. مش بتضطر انك تمسح كل البيلد، لا هو بيمسح جزء معين من البيلد عشان توفر وقت لما تقول له ريبير كاش، وده برضه هنتعرض له وهنتعرف عليه. فبالتالي دي كانت معلومات أساسية عن البروجكت المفروض تعرفها عشان لما تيجي تتعامل مع أي بروجكت تبقى عارف إيه الفرق ما بين البيلد والريبيلد والريلود والهوت ريلود. طب إيه هو الأندرويد والآي أو إس فولدر؟ الأندرويد هو الفولدر الخاص المسؤول عن كل إعدادات الاندرويد اب، والاي او اس فولدر هو المسؤول عن كل اعدادات الاي او اس اب. اذا في بعض الحالات لما هتيجي تشتغل على باكج معينه هتلاقي ان في اعدادات بتتطلب انك تعملها جوه الاي او اس والاندرويد، فبيقول لك مثلا روح على فايل معين جوه الاندرويد فولدر في مكان معين تعمل فيه اعداد معين
وكذلك الامر برضو على الاي او اس فولدر في مكان معين تعمل فيه اعداد معين عشان تشغل الباكج دي بشكل كامل او البلاجن او ايا كان الشيء اللي بتركبه على البروجكت بتاعك. فده الفرق ما بين الاي او اس والاندرويد والبيلد فولدر. هنا الليب فولدر اللي بتنشئ كل الكود اللي انت بتكتبه بتنشئه هنا، ما ينفعش تطلع كود بره الليب فولدر، تقسم ملفاتك كلها جوه الليب فولدر. وهنا اليونت تيست، وهنتكلم عنه اليونت تيست بكل سهولة، لكن برضو ده او باختصار شديد التيست فولدر لما تحب تعمل حاجة اسمها يونت تيست، تجرب البروجكت بتاعك بالفلاتر تيست اوكي باكج، ودي برضو هنتكلم عنها. لكن دي كانت معلومات عن انشاء البروجكت وكمان الحاجات اللي موجودة في اجزاء او الستراكشر الخاصة بالبروجكت. لو فتحنا الاكسترنال لايبرز هنلاقي عندي هنا دارت باكجز ودارت اس دي كي. الدارت باكجز اللي هي الدارت اللي انت بتحملها الخاصة بفلاتر بتنزل هنا في الدارت باكجز، لكن الدارت اس دي كي هي كل اللغة اللي انت بتشتغل عليها مع البلاجنز بتاعتها، زي بلاجن الكونفرت والكور والاسينك والكوليكشن والـ HTML والـ Developer والـ Isolate والـ IO والـ Mass والـ Mirror والـ Type Data. كل ده احنا اتكلمنا عنه في دورة الدارت الاولى اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الكورس ده، وحطينا اللينك بتاعها، والمفروض ان انت درستها معايا. ده لو انت درستها او درستها في مكان تاني تبقى عارف ايه هي الكونفرت والاي او والكلام ده كله. طبعا الكلام ده انا بتكلمه بشكل مستفيض عشان الناس المبتدئين، وبنستسمح الناس اللي هي فاهمه شويه ان هي تصبر عشان في ناس محتاجه تفهم. فدي كانت البدايه الاولى بانك تنشئ بروجكت فلاتر وتعرف الاستراكشر الخاصه بكل ملفات البروجكت بكل سهولة. فنلاحظ هنا بدأ يقول لي ان هو بيعمل build الاب debug. هنا عندي بس تحذير صغير عن حاجة اسمها الاكس build file، دي ما تأثرش عادي، دي حاجة عندنا انا عاملها عندي في الاس دي كي بتاعتي، فما تأثرش عندك دي خالص. فلاحظ هنا بيقول لي build البناء الخاص بالdebug مود والانستول اللي هيحصل عليه في الايميليتور. هنا اول ما يحصل انستول للاب على طول هيظهر هنا عندي ويعمل رن في الايميليتور بكل سهولة. بدأ يفتح معايا البروجكت في الايميليتور، معرفش انا عندي الدنيا بطيئة شوية معرفش ليه، لكن ده هنعمل له شوية كلين لبعض الحاجات كده في التيمب فايل عندي في الجهاز وهتظبط الدنيا ان شاء الله. غالبا الاسمبل ديباج بيحمل بعض الملفات من الانترنت على هيئه دوت جار او يعني بامتداد دوت جار، فما تقلقش ان بعض احيانا الجرادل ده يعمل معاك مشكله. ده ممكن يكون بسبب الكونكشن في الانترنت يكون عندك بطيء شويه، فهتضطر تصبر. بس يعني هو هنا عندي خد 19 دقيقه، وقت رهيب جدا. فهنا عمل سينك للفايلز اللي موجوده عندي على الاندرويد اس دي كي وبدا يطلع الاوتبوت بتاعي ويظهره هنا عندي في الايميليتور بتاعي بكل سهوله. فهنا بيزامن الملفات بتاعتي على الاس دي كي بكل سهوله عشان يبدا يشغلها لي. بدا معايا البروجكت هنا وكاتب لي فلاتر ديمو هوم بيج. لما اضغط هنا لاحظ هيبدا يعمل لي كاونت في التطبيق بتاعي. فهي دي كل الفكرة عن الستراكشر الخاصة بالمجلدات والفايلز اللي عندي باختصار شديد. وهنتكلم بقى عن الباب سبيك في دروس متقدمة، وازاي نحمل باكج، وازاي نضيف اسيت ايمج واسيت فايلز بكل نوع امتداد معين سواء كان صورة او صوت او فيديو. ويعني هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا في الفلاتر. بس ده كان درس تعريفي عن اجزاء البروجكت. نشوفكم على خير في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.